أهلا بكم إلى موجز الأحداث الوطنية على قناة الحدث الإفريقي. جرى الاثنين بالرباط توقيع مذكرة تعاون بين رئاسة النيابة العامة بالمغرب ونظيرتها بالمملكة العربية السعودية تروم تعزيز التعاون القضائي بين الجانبين. وتتوخى هذه المذكرة التي وقعها كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي والنائب العام السعودي سعود بن عبد الله المعجب تدعيم مجالات التعاون المشترك بين المؤسستين. يشارك وفد من شركات المغربية ناشئة تعمل في مجالات التكنولوجيا والاستثمارات في مؤتمر الاستثمار العالمي الذي ينظم يومه الأربعاء بالقدس من طرف منصة الاستثمارات الإسرائيلية أور كرود. وتهدف المشاركة المغربية إلى تطوير علاقات شراكة جديدة مع الشركات الناشئة في إسرائيل وغيرها من البلدان المشاركة والبحث عن الخبرات والتجارب لتطوير النظام البيئي للشركات الناشئة في المغرب والذي يعرف خلال السنوات الأخيرة تطوراً مضطرداً ودينامية هامة. أجرى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف ميراوي بدبي مباحثات مع العديد من كبار المسؤولين والخبراء المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2023. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه المباحثات جرت على هامش مشاركة ميراوي مرفوقا بوفد يتكون من مسؤولين بالإدارة المركزية وأساتذة باحثين في أشغال القمة العالمية للحكومات 2023 المنظمة بدبي بالإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتدة ما بين 13 و 15 فبراير الجاري تحت شعار استشراف حكومات المستقبل. وفاء منها بالتزاماتها لفائدة الرفاه الشخصي والفكري للأشخاص المستهدفين من خلال التشجيع على القراءة والنهوض بالتنشيط الثقافي البناء، ما فتئت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تطور على الصعيد الوطني كما بإقليم اليوسفية مشاريع مندمجة موجهة لهذا الغرض على غرار خزانة القرب بجماعة إيغود. وتجسد هذه الخزانة التي شيدت وفق نمط فريد يجمع بين الأصالة والمعاصرة والموجهة إلى التنشيط الثقافي والتكوين والتعلم الاهتمام الخاص الذي توليه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للاستثمار في رأس المال البشري بجعل الشخص ركيزة أساسية في صلب كافة جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة. إلى هنا نأتي إلى نهاية الموجز، شكرا على المتابعة، في أمان الله.